أخبار اليوم. مفيش حاجة، المركب كان الموجة عادي عدت فيها. هي كانت مركبة عادية ولا كان ايه بالظبط؟ كان قالب قارب بمقداف. كان راكب فيه كام واحد؟ أزيد من 25. 25 واحد؟ المركب كان بيدخل لها مية من تحت، وفجأة لقينا الموجة عالية والمية عدت فيها. الناس شافونا، هما كانوا مستنيين المركب فجابوا قوالب تانية وجم خدوا جوزي وحمات عمتي وخطيبها وامها وام وحماتها وحماها واخواته البنات التلاتة. ساعة اللي غرق شفت حد بيغرق قدامك؟ كلهم ماتوا، دول كلهم ماتوا. مش شايف اي حاجة، انا مكنتش عارف، مشفتش اي حاجة. طب يعني شفت حد بيصرخ بيصوت، عملتي ايه؟ مكنتش قادرة اصلا، مش قادرة اتحرك في الميه. طب صاحب المركب ساعة المركب ما كانت بتغرق قال ايه ولا قال لكم اتصرفوا ازاي؟ حاجة ده مات، مات قدامكم. المركب اللي كان انت راكباه النهارده كان عليه اي وسائل للانقاذ؟ ما كانش في وسيلة انقاذ خالص؟ مش اي حاجة، محدش فيكم بيعرف يوم اصلا. بعد المنظر اللي شفتيه قدامك وشفت الناس بتموت قدامك، تخاطب المسؤولين تقول لهم ايه؟ ولا اي حاجة، ازاي؟ قال لهم انكم اللي بس. طب هما ذنبهم ايه؟ ما هما اللي سايبينهم كده.